يا واكية يا وكيلة شغلك يا واكية. كان قبل يعني إشي يعني مؤلم للجميع وإشي يعني بخربط أركان الحياة وبيخلي الحياة ما فيها أي حياة يعني. وبعد الحرب يعني الإشي بيصير حلو جميل يعني الناس بتنزل وبتتنفس يعني عائلاتها هي قاعدة على البحر وبتشم الهواء وبتتنفس. وأثناء يعني الحرب ما حدا بيقدر يتحرك يعني. كنت معتادا يعني في ما قبل التصعيد انه اقوم بممارسه الرياضه بشكل يومي صباح في الفطره الصباحيه على شاطئ بحر غزه، ولكن نتيجه هذا التصعيد الذي حصل من يوم الثلاثاء الماضي وحتى بالامس لم نتمكن نهائيا من الخروج من بيوتنا بسبب التصعيد.